الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله عز وجل. هذا اللقاء عن تفسير حلم أكل الثلج في المنام، فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. يعبر تفسير حلم أكل الثلج عن المشاكل التي يسببها الشخص لنفسه لعدم اهتمامه بصحته، ويكون أكل البرد في المنام دلا على العمل الجاد وبذل مجهود مضاعف للخروج من كافة الأزمات والمشاكل التي مر بها الشخص مؤخرا وأثارت فيه بشكل سلبي. وعند رؤية الفتاة الغير متزوجة أنها تقوم بتناول البرد اللي هو الثلج يعني البرد، فإن رؤيتها تدل على حصولها على الكثير من المال ونيل الرزق والبركة. أما عند مشاهدة الشاب أنه يقوم بأكل الثلج فإنه علامة على التخطي المشاكل والأحزان. ذات الرؤية السابقة عندما يحلم بها الشخص فإنها إشارة للرزق بزواجه بزوجة صالحة وسماع الكثير من الأخبار السارة. وإذا رأى الشخص أنه يضع الثلج في إناء فهذا يرمز إلى تجمع كفة أخطائه وإصلاح عيوبه. تفسير حلم اللعب بالثلج. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تقوم باللعب في الثلج فإن رؤيتها تدل على الحصول على قدر كبير من البهجة والرفاهية. أما مشاهدة المرأة الحامل أنها تقوم باللعب بالثلج فإن هذا دليل على مواجهة المشاكل بدل من التهرب منها. في بعض التفسيرات عندما يحلم الشخص باللعب في البرد فإن رؤيته تكون إشارة لهدر الأموال. تفسير حلم دي احنا قلناها. يقول فقهاء تفسير الأحلام إن رؤية اللعب بالثلج في المنام تدل على أن هذا الشخص يقوم بتضييع الكثير من الوقت والمال في أشياء ليس لها قيمة ولا طائل منها، كما تدل هذه الرؤية أيضا على البعد عن الله عز وجل والمشي في طريق المعصية. وقد تكون هذه الرؤية إشارة إلى استقبال حدث هام خلال الفترة القادمة. تفسير حلم التزلج على الجليد. إذا رأى الشخص أنه يمشي على الثلج بسهولة ودون أي مشاكل دل ذلك على أنه سوف يحصل على المال وعلى الرزق الوفير دون تعب أو جهد كبير. ويرمز تفسير حلم المشي على الثلج إلى الشخص الذي لا يعرف له رأي، محدود حيث أن آراءه وأفكاره ومشاعره تتقلب بين ليلة وضحاها، وهذا التقلب يسبب له الأذى والتعرض لظنون سيئة لا تعبر عنه. تنسوناش يا اخوانا بقى بلايك وشير، وجزاكم الله خيرا.